تعال جل الله يبارك. الله يخليك. الله يخليك يا حياة. صور كراية دورة تانية تعجب يعني لما تشوف نعمة ربنا كده تقول سبحان الله. والتاني دي دورة برضو اللي على اليمين ده دورة ده هيبقى قد ده طيب يعني ده صغير وده هيبقى حي الله يكون قد ده لكن مفيش بقى اللي هو المشوي بقى الكبير هو ده مشوي برضو بس لسه صغير جاهز للشوي يعني. شوف مكنة الري بيصير عايزين نصورها. شوف مكنة الري بيصير عايزين الأرض الفاضية اللي هي دي يعني. لا اللي هي مش مزروعة دي هذه تهل بعد مش طلع صور أثار في ذهب يعني ذهب وتماثيل عليه بعدين دي كانت دي الأثار هناك حتى دي ده كله تلة أثار اسمه تلة ايه؟ تلة الجن جن الجاموس اللي واقف في الروقان تحت الشجرة دي
ነገር የለም الخضار باين قوي. رز على ناس براد ركش لابو ردندا كان متعلق على الشجر كده يعني كان بيقعد ينقي في الارض كان مش كانوا بيعلمونا كده زمان